بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 64 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا السائل ميم طاء من الرياض، يقول: فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، أنا شاب نذرت أن أترك معصية ورجعت إليها تكرارا وكررت النذر، وكل ما نذرت أعود إلى هذه المعصية عدة مرات، والآن ولله الحمد تبت من هذه المعصية، ولكن هل يلزمني عن كل حلف كفارة أم تكفي كفارة واحدة، علما بأن حلفي عن المعصية كان واحدا، أفيدونا مأجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الواجب على المسلم أن يبتعد عن المعاصي وأسبابها ووسائلها حتى لا يقع فيها، فلا يكفي أن الإنسان يتوب وهو باق في بيئة المعصية ومتعاق لأسبابها وما يقرب إليها، بل لا بد أن يقطع العلاقة بها قطعا نهائيا ويبتعد عنها وعن أهلها. ثم إذا وقع في شيء من المعصية، حكم النفس الأمارة بالسوء والشيطان العدو، إنه يبادر بالتوبة من قريب، ولا يسوف ولا يؤخر، ولا يحتاج إلى نذور وأيمان، أن يكون عنده عزم صادق ونية خالصة، لا حاجة إلى الأيمان والنذور على أن يترك هذه المعصية. لكن ما ذكره السائل أنه نذر كم مرة على معصية واحدة ولم يكفر، كرر الأيمان في وقائع ولم يكفر، يكون عليه كفارة واحدة، لأن المحذوف عليه واحد، ولم يكفر مع تكرر النذور التي هي بمثابة الأيمان، يكون عليه كفارة واحدة، وهي كفارة يمين: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة على الخيار، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل عبد الله من الطائف: شيخ، إذا كان منزلي يبعد عن الميقات حوالي 70 كيلو، ثم نويت العمرة أنا وأولادي أو الحج، واغتسلنا من منزلنا وتطهرنا للصلاة، ثم صلينا 2 ركعتين سنة الوضوء ولبسنا الإحرام من البيت، وعند محاذاتنا الميقات دخلنا في النسك بالتلبية ودون الوقوف في الميقات، فهل فعلنا صحيح؟ نعم، لا بأس بذلك. إذا تهيأتم للإحرام قبل الميقات ثم مررتم بالميقات وعقدتم النية، نية الإحرام من الميقات، صح ذلك ولو لم تنزلوا من السيارة، لأنه حصل المطلوب. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول أيضا من أسئلته: يا فضيلة الشيخ، عند الوضوء هل يكفي غرفة واحدة باليد من الماء المضمضة والاستنشاق ويكرر ذلك 3 مرات، وما الصحيح مأجورين؟ نعم، والمضمضة والاستنشاق داخلان في غسل الوجه، فهما واجبان لأنهما من الوجه، النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأمر به، فهما من الوجه، من غسل الوجه، واجبان كوجوب غسل الوجه. وأما كيفية المضمضة والاستنشاق فهو بالخيار، الذي يلزم مرة واحدة، مضمضة واحدة واستنشاقا واحدا، هذا الذي يلزم، وما زاد فهو مستحب إلى ثلاث مرات، يستنشق يتمضمض 3 مرات ويستنشق في أنفه 3 مرات بالماء. إن شاء كل استنشاقة وكل مضمضة بغرفة، يكون 3 غرفات للمضمضة و3 غرفات للاستنشاق، لا بأس بذلك، ولكن الأحسن
أنه يأخذ غرفة واحدة فيقسمها بين المضمضة والاستنشاق، مضمض منها ويستنشق منها، يأخذ ثانية كذلك، ثالثة كذلك، يستنشق، يتمضمض ثلاث مرات ويستنشق ثلاث مرات في ثلاث غرفات، يقسم كل غرفة بين المضمضة والاستنشاق. نعم. أحسن الله إليكم في آخر أسئلة يقول عن إفشاء السلام ما فضله وما حكم من يبخل في إفشاء السلام جزاكم الله خيرا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، إفشاء السلام سنة مؤكدة وهو يورث المحبة بين الناس والرحمة بينهم والتواصل بينهم، أما عدم السلام فإنه قد يحدث شيئا من الشحنة أو من التباغض أو من سوء الظن، إذا لم تسلم على أخيك يسيء بك الظن، إذا سلمت عليه ارتفع ما في نفسه من سوء الظن، فالسلام به مصالح، البداءة به سنة ورده واجب. قال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أبو صالح يقول فضيلة الشيخ لوحظ في الآونة الأخيرة ومع كثرة الاتصالات ظهور جوالات فيها تسجيل للأذان وفيها آيات قرآنية ومقاطع للأناشيد، وأثناء صلاتنا نسمع الأذان ونسمع آيات تتلى ونسمع مقاطع هذه الأناشيد، ألا يؤثر هذا في صلاتنا مع أننا نرتبك عندما تتناغم هذه الأصوات جزاكم الله خيرا؟ لا شك أن هذا فيه تشويش على المصلين، إذا جاء إلى المسجد إنه يغلق الجوال، لأن المسجد ليس محل مكالمات ومهاتفات، إنما هو محل عبادة، فلا يشوش على المصلي، يتعاهد الجوال عندما يريد دخول المسجد يغلقه لئلا يشوش على المصلين. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا السائل عبد العزيز يقول أشكركم على هذه البرامج التوعوية وهذا البرنامج مع فضيلة الشيخ صالح حفظه الله، وأسأل الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناتكم يوم القيامة. فضيلة الشيخ يقول الداعي إلى الله بمن يبدأ أولا في الدعوة، وإذا كان هذا الداعي في دعوته عند أهله وأولاده تقصير، هل يبدأ بدعوتهم أم يبدأ بالآخرين ثم يبدأ بأهله؟ الدعوة إلى الله واجبة على من يستطيع الدعوة إلى الله علميا ويستطيعها أيضا عمليا، هي واجبة، من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وأول ما يبدأ به نفسه، يبدأ بنفسه، ابدأ بنفسك فانهى عن غيها إذا انتهت عنه فأنت حكيم، يبدأ بنفسه. الله جل وعلا قال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، يبدأ بنفسه ثم بأهل بيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وصاحب البيت راع على من فيه ومن فيه رعية تحت يده، يحسن رعايتهم لدعوتهم من الله وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وينزه بيته وأهل بيته من المنكرات والمخالفات، ثم يتمدد خيره ودعوته على الآخرين من جيرانه ومن حوله. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا السائل أبو عبد الله من الباحة يقول فضيلة الشيخ أقوم بإمامة المصلين في حارتنا في المسجد، وهذا المسجد لا تقام فيه صلاة الجمعة، وأحيانا يحصل عندي سفر مع زملائي للنزهة وأتغيب عن ذلك لمدة 3 أيام أو 10 أيام، وأقوم بتوكيل الإمامة للمؤذن أو أحد المصلين، وعند استلام المكافأة أعطي من قام بالإنابة عني مقدار المكافأة المتغيب عنها، والبعض يقوم بمسامحتي في المكافأة للمدة التي غبت عنها عن المسجد وعن جماعتي، هل تحل لي بعد مسامحتهم لي؟ الذي أعرفه أن وزارة الشؤون الإسلامية والإشراف على المساجد أن لها نظاما في هذا، وهو أن الإمام إذا أراد أن يغيب لعذر شرعي
إنه يخبر المرجع للمساجد من أجل أن يقيم بدله من يحصل به المقصود، ولا يكثر من الغياب تغيب، إنما هذا عند الضرورة، وإذا احتاج إلى ذلك يراجع الجهة المسؤولة عن المساجد من أجل أن تعلم بغيابه، من أجل أن تقيم تمنحه إجازة وتقيم مقامه من يحصل به المقصود. لابد من الانضباط، هو الإنسان على هواه ورغبته، متى ما أراد يترك المسجد ويذهب ويقول أنا أوكل المؤذن أوكل فلان، لا، المساجد لها مرجع ولها نظام. من الجزائر الأخت بعزيزة تقول: فضيلة الشيخ، نحن نعتز بإسلامنا وديننا ونتمنى أن نسير على الطريق المستقيم، وأسأل فضيلة الشيخ بالنسبة للعبور على الصراط المستقيم، هل هو لجميع الخلق أم أن أناس يعبرون هذا الصراط مأجورين؟ قال الله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. هذا هو المرور على الصراط، فكل الخلق يمرون على الصراط كما جاء في الحديث: منهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يمر من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم، تمر بهم أعمالهم. نعم. الأخت أيضا بعزيزة من قسطنطينة الجزائر تسأل وتقول: كيف تستطيع المسلمة أن تقوي من إيمانها وتزيد من في خضم هذه الحياة التي كثرت فيها المغريات؟ الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ومن يريد أن يزيد إيمانه فليكثر من الطاعات والقربات وبذلك يزيد إيمانه. نعم. أحسن الله إليكم. أحمد حسين يقول: ما حكم الصراخ والبكاء ولطم الشعر بالنسبة للمرأة على ميتها إذا كان الزوج أو والدها، وما حكم صنع وليمة وقراءة القرآن للميت؟ أما اللطم ورفع الصوت ونتف الشعر فهذا من أمور الجاهلية، هذا من النياحة والعياذ بالله، هذا من النياحة على الميت، وهو من أمور الجاهلية. الواجب على المسلم الصبر والاحتساب، بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الواجب على المسلم الصبر والاحتساب. وأما إقامة الولائم والحفلات وما أشبه هذا من البدع ومن التكلفات ومن الإثقال لأهل الميت، فهم بدل ما أنهم مشغولون بمصيبتهم ينظر إليهم حمل آخر، واستقبال الزائرين وإعداد الطعام وغير ذلك ونصب الخيام واستئجار المقرئين، كل هذا من البدع ومن التأبين، هذا من التأبين المحرم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: يوجد عندنا عادة في قريتنا، وهذه العادة بأنه إذا اعتدى رجل على زوجته بالضرب من غير سبب فيقوم أهل الزوجة بتأديبه بأن يدفع هذا الزوج عدد من رؤوس الأغنام لهم ولجماعتهم، فهل هذا من الخطأ؟ نعم، هذا كله خطأ. اعتداء الزوج على زوجته، الله جل وعلا قال: وعاشرهن بالمعروف، قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فلا يجوز اعتداء الزوج على زوجته بالضرب إلا في حالة النشوز، ما قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، أين طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. الضرب إنما يجوز في حالة النشوز، إذا لم تجدي النصيحة والموعظة ولم يجدي الهجر فإنه ينتقل إلى الضرب، ويكون الضرب غير مبرح، لا يكسر عظما ولا يشق جلدا ولا يسيل دما، إنما يكون للتأديب فقط. وأما أخذ الأغنام فهذا غرامة لا تجوز، هذا من أكل المال بالباطل، ولا يجوز أخذ الأموال إلا بحكم شرعي من المحكمة الشرعية. إذا كان ضربه لها قد أثر فيها جراحا أو كسرا هذا تنظر فيه المحكمة الشرعية بالدية المقررة شرعا أو بما يقوم به هذه أو ما تقوم به هذه الجراحة وهو الأرش. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخ أبو حامد له ثلاثة أسئلة في رسالته. يقول الشيخ: هل عذاب القبر ثابت وما الدليل في ذلك من السنة؟ لا شك أن عذاب القبر ثابت في الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. والعذاب الأدنى هو والله أعلم عذاب القبر كما ذكر ذلك المفسرون. وأما من السنة فأحاديث كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما إنه كبير، أما أحدهما كان لا يستبرئ من بوله أو لا يتنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فيعذب الميت في قبره بذنوبه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يعذب ببكاء أهله بما نيح عليه. الميت يعذب بما نيح عليه، النياحة سبب لتعذيب الميت. نعم. سؤاله الثاني شيخ عن الرياء، يقول: ما هو الرياء المحبط للعمل؟ الرياء المحبط للعمل كما جاء في الحديث: أن يصلي ويزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. إذا أراد بالعمل الصالح المدح والثناء من الناس، أو أراد أن يراه الناس ويمدحوه، فهذا هو الرياء الذي يحبط العمل. نعم. يقول أخيرا فضيلة الشيخ: أنا في الخمسين من عمري وعندي انفلات في أعصابي ونفرزة على أولادي، فما هي الأسباب في ذلك؟ وما الأسباب المعينة على انشراح قلبي مأجورين؟ الأسباب في هذا من الشيطان ومن النفس الأمارة بالسوء، فعليك بضبط نفسك عند الغضب. قال تعالى: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. قال سبحانه وتعالى: إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فيعالج بالاستعاذة إذا وجدت الغضب، فإنك تستعيذ من الشيطان، لأن الغضب من الشيطان. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذه الأخت صالح تقول: زوجي يحافظ على الصلوات في أوقاتها، ولكن صلاة الفجر أجد معه ثقل ويضيع وقتي وأنا أقوم بإيقاظه، وعمره في الثلاثين، هل أؤجر على ذلك؟ وما نصيحتكم لي فضيلة الشيخ بأنه يذهب الوقت وأنا عند فراشه لإيقاظه للصلاة؟ وأرجو أن تدعو لي ولأولادي، فهم يحافظون على الصلوات في أوقاتها. سأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الثبات على الدين والصلاح القول والعمل وصلاح الذرية. ويجب المداومة على إيقاظ هذا النائم وعدم تركه، لكن تصلين في الوقت، إن كان السائل امرأة تصلين في الوقت ثم تواصلين إيقاظه والتكهير عليه، ولا تتركي الوقت يخرج وأنت لم تصلي. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. في فقرة لها تقول: عندما يتذكر الإنسان الانتقال من هذه الدنيا إلى الآخرة، ويتذكر عذاب الآخرة ونعيم الجنة، ويبكي من خوف ذلك، هل هذا البكاء من كمال الإيمان بالله عز وجل؟ نعم، هذا البكاء علامة خير، ويدل على الإيمان وأنه مصدق بهذا الوعد والوعيد، يستعد له. ولا يكفي البكاء، لا بد أن يعمل الأعمال الصالحة ويترك الأعمال السيئة مع البكاء والخشية. جزاكم الله خيرا. الأخ أبو سامي مصري مقيم بالرياض يقول: الشيخ، ما حكم بناء المسجد إذا كان في جهة المحراب مقبرة وهذه المقبرة مسورة، وما حكم الصلاة في هذا المسجد مأجورين؟ إذا كان المسجد مفصولا عن المقبرة بطريق أو بأرض فضاء ليس متصلا بجدار المسجد فلا بأس بذلك، أما إذا كان جدار المسجد على المقبرة ولا فاصل بينهما فلا تجوز الصلاة في هذا المسجد لأنه مبني على القبور. جزاكم الله خيرا. من أسئلة يقول فضيلة الشيخ: أسأل عن حكم النية في الصيام لشهر رمضان، هل تكفي نية واحدة للشهر؟ وكذلك هل بالنسبة لصيام الاثنين والخميس هل تكفي نية واحدة؟ نعم، النية في رمضان
على قسمين: نية عامة وهي أن ينوي أنه يصوم شهر رمضان، ونية خاصة بكل يوم قبل طلوع الفجر. لا بد أن ينوي الصيام بكل يوم قبل طلوع الفجر في صوم الواجب رمضان أو غيره من الصوم الواجب. أما صوم التطوع يجوز أن الإنسان ينوي من النهار إذا كان أصبح ولم يتناول شيئا ولم يشرب ولم يتناول مفطرا، فله أن ينوي الصيام من النهار لأن النفل أوسع من الفريضة. نعم. جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلة السائلة تقول فضيلة الشيخ: هل لا بد للزوجة من الاستئذان إذا أرادت الخروج إلى الأسواق أو لزيارة أهلها وأقاربها؟ نعم، لا بد من استئذان الزوج، ولا تخرج إلا بإذنه، لأن له حق في البقاء، له عليها حق البقاء في البيت، ولا تخرج إلا بإذنه. نعم. أم عبد الصمد لها مجموعة من الأسئلة تقول: إذا كان الشخص شيخ يقرأ القرآن أو يصلي ويحسن من صلاته أو قراءته وكأن شخص يراه في الحقيقة ولا يوجد أي شخص عنده، مع العلم بأنه لو كان عنده أحد لا يفعل هذا، هل هذا من الرياء؟ هذه صورة الرياء، إذا كان يتخيل أن شخصا ينظر إليه هذه صورة صور الرياء. عليه أن يعتبر أن الله جل وعلا هو الذي ينظر إليه. يحسن العمل، أن تعبد الله الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم.